السلام عليكم ورحمة الله، ومعكم سي راي مقطع جديد. وهالمرة مقطع الفورت بايت رقم 3. بنشوف اماكن 13 قطعة من الفورت بايت. سويت مقطع الاول 20 قطعة، والحين بنشوف المقطع رقم 3، وكمان معنا اماكن 10 قطع جديدة. الفورت بايت عبارة عن لوحة مكون من 100 قطعة، ولو جمعت 90 فراح تاخذ السكن المخفي الخاص بالسيزن التاسع، وكمان راح تاخذ ستايلات السكنات الباتل باس. فتأكد انك تاخذ قطع الفورت بايت كلها عشان تفتح الستايلات وغيرها. وفي بعض القطع تحتاج انك ترقص جنبهم او تلبس سكن او تشيل فاس محدد، وراح اتكلم عن كل قطعه من هالنوع، اما الباقي فشيلهم بشكل طبيعي. لا تزر لايك على المقطع واشترك وفعل زر التنبيهات عشان توصلكم مقاطع الفورت بايت، واللي حاب دعم شروحات فلان تستخدم كود الايتم شوب سيو، والله يسعدكم كلكم على دعمكم بالكود وعلى كل واحد يستخدمه. اخليكم على المقطع ومشاهده ممتعه. الفورت بايت رقم 26، وعشان تاخذها فلازم تستخدم سكن ستيف والموجود في التير 26 في الباتل باس. استخدم السكن وراح تقدر تاخذ قطعة الفورت بايت. الفورت بايت رقم 80، هنا لازم تستخدم الفاس الحديدي، هو الفاس اللي تلاقيه في التير 38 في الباتل باس. شيل الفاس، كسر الحجر اللي فوق، وراح تطلع لك الفورت بايت.